السلام عليكم شباب. هذا الفلوج رقم 26 صح؟ 26. شباب جانا احباط صغير، مش احباط يعني، جاتنا خيبة امل لان ما نحصل فيوز والسبسكرايبز اللي احنا في بالنا، خاصة انه يعني قد ما نقدر نقدم لكم شيء تستفيدون منه، مش بس شيء ضحك او نصور حياتنا اليومية، شيء تستفيدون منه، تشوفون شو الاماكن اللي نروح لها. عمور تحداني قبل اسوي القناة، قال لي انا بحصل جمهور، لا تخربون امل فيكم، بس تخيبون الامل، لا تخيبون امل فيكم. انزين شباب، هذا الفلوج بيكون بالعربي. طبعا ملخص هذا الفلوج، احنا في ابوظبي اليوم في فندق ايبس. كابتن ابراهيم اليوم بيصير يتدرب في الارينا، هايبك ارينا. لا في خبر ثاني ما تعرفونه، خل الخبر داخل الفيديو يكون مفاجاه. المفاجاه. ويوم السبت بطوله كاس رئيس الدوله، ان شاء الله كاس رئيس الدوله صح، الجوله الثانيه. تابعونا في هالفلوج، اتمنى يعجبكم. اذا عندكم ملاحظات تقدرون تكتبونها الجماعة، لايك سبسكرايب على قناة اليوتيوب، نبي نفعل قناة اليوتيوب اكثر، نبي ندعمكم اكثر. كابتن ابراهيم بيلعب السبت، السوق بيلعب السبت، ادعو لهم بالتوفيق. الحين طبعا مشغول، الحين في نص اللعبة، وصل ليفل عالي شكله. تمام شباب، تابعوا الفلوج واتمنى يعجبكم هالفلوج. And our day begins. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We sent out by the fire, no, we couldn't. مال ايمان كلهم وصلوا في الارينا. السلام عليكم شباب، اسمي سلطان الويس، اليوم قاعدين ندرب في الارينا، ان شاء الله نتعلم شيء جديد. السلام ورحمه الله، شو اخبارك دلشت؟ How are you, brother? Till now you didn't get that t-shirt? Yeah. Who took that? Hey, Chago. Where my t-shirt, Chago? Chago. حاط شيء في راسك اليوم سعود تسوي؟ راسي كابتن ابراهيم. شو بسوي فيه؟ ماشي طبعا الاحزان. نصر؟ منو تكلم؟ كلم ابوي. ليش؟ 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 شباب يقول ان احنا راح يقتلوني، طالبين مني دوكيومنتري since 6 months. شو تبغى تقول قبل لا يبدلون الحزام ابراهيم الحسني؟ والله يعينك. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fatherland. Congratulations, he's deserved. He's working every day strong for his belt. Just do what he likes to do, keep doing jiu-jitsu. Congratulations, I hope you have a great way in your brown belt. Good luck with your new belt.
خلصوا الشباب تمرين وكابتن ابراهيم حصل صار حزامه البني. الحين جالسين نشوف مكان البطوله، تجهيزات من البطوله كاس رئيس الدوله للجوجيتسو. بنرقد ويد راقد هني اسمه نمبر اوكي وباكر ان شاء الله يوم الجمعه نشوف شو جدولنا يوم الجمعه. صباح الخير شباب، يلا اليوم الجمعه بعد شوي سايرين. وين سايرين كف؟ مسجد هذا المسجد حسبت البطوله. ميود وين؟ ميود شو سويت فيك امس؟ وين يوم كان العوز كيف وزالته؟ وين خلاك ترقد؟ في الأرض. ياسر وهبة وزايد البريكي بيروحون نادي الجزيرة بيصورون مباراة كرة يد، وأنا بجلس بخلص كل الشغل الموجود استعدادا حق يوم باكر إن شاء الله. Okay, sir. Now right here we are at the Zero Club. زايد. دكتور سيما. السلام عليكم شباب، اليوم يوم البطولة بنستعد ونتحرك البطولة. والله يوفق جماعتنا اللي بيلعبون ويوفق الجميع. اوكي شباب وصلنا مكان البطولة، عبد الله اليوم بيسيل الفلوت، الله يوفقه. معكم عمر الحسني لاعب نادي الجزيرة، ابراهيم محمد المالبي لاعب نادي الشارقة. اسمي محمد صالح محمد حمادي نادي الظفرة. انا صبان لويس لاعب نادي عمان. وياكم زايد البريكي من نادي الجزيرة. وياكم لاعب يوسف حسن حمادي من نادي عجمان. زايد عبيد الكعبي لاعب نادي العين. في عمان محمد علوان لاعب منتخب الماتش الجديدشو. ان شاء الله كاس هلاوي اليوم، ان شاء الله الكاس هلاوي ان شاء الله كاس نصراوي. اضافه كلاس صح ليز ماي ستودنت انا اضافه good work for everybody. Good night. Thank you. Good work, guys. اليوم عندنا بطولة يعني وايد مهمة اللي هي طبعا كأس صاحب إمارات الدولة. طبعا هذه من أهم البطولات في دولة الإمارات يعني أو للاتحاد طبعا. السلام عليكم، معاكم جابر الدرعي بشكل حكم المات الجوجيتسو وكل التوفيق للعيب المشاركين في البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد سعد العامري مقدم البطولات في اتحاد الإمارات الجوجيتسو. فازرون هذا فايف جو جو جو. السلام عليكم، أنا اليوم جاي أشجع أبويا منصور الفلاسي. طبعا شباب اكيد حقون دياب العسيري اللي هو من ابطال الاكيدو وبلاك بيلت اوردان في عالم الاكيدو. والله اروع من هالبطولة ما شفت صراحة، 100 تنظيم شباب حضور. ميود تلعب مع منو يا اخي؟ مشكلة يسوف. ايفنتات راح يلعبون ضد بعض اليوم، الله يوفقكم شباب. الفوز للاقوى، فوز واحد وبالاخير بترد حق منو؟ كلنا اخوان. الله العظيم تشوفون فايت. هذا كاس كل البيع. انا عن تجربه شخصيه في اتحاد امارات الجوجيتسو لعبت 96 مباراه، 44 منها انتصار و56 خساره. الخساره هي ما اعتبرها خساره، بالعكس اعتبرها فرصه للتعلم. يا ولا ان شاء الله فاينل. الحين اشوفك وقف. السلام عليكم. بس عندي تعليق. والله فلوقات 200 بس حاول تركز ان على فئه الصغار، يعني هاي اللي عمرهم من 10 لين 15 هاي اللي بيرفعون فوايد، حاول تركز عليهم. سمعت؟ ايوه. عبد الله يقول لي ان في بطوله بياخذ ميدالية ذهبية بطوله العالم، وانا اقول انا اتحداك ما بتجي. خليها We'll be right back.
البطولة والحين رايحين نتغدى. عادل مودينا مكان مطعم الفنا. مطعم الفنا في الريتز كارلتون. بردان مر، شو رايك في الاكل؟ طار الاكل توب، بس اكل بيتي احلى. ها؟ اكل بيتنا احلى. بيتنا احلى. هبه شو رايك في الاكل؟ اعطيني كومنت، لا تسوي لي ثمز اب. Thank you my friend Adel for the food. حبيبي welcome. حبيبي يعطيك الف عافيه، كرمك الله. حبيبي الغالي تستاهلون. حبيبي.